السلام عليكم، هذه نشرة الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بك موافي، أهلا بحضراتكم، والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة. تخفيفا عن المواطنين، الداخلية تقرر مد عمل منافذ أمان لنهاية العام ومبادرة كلنا واحد حتى مطلع الشهر المقبل. وفي أخبار الرياضة نتابع، نوران جوهر وأماندا صبحي ومحمد الشربجي إلى نصف نهائي بطولة العالم لمحترفي ومحترفات الاسكواش. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن جانبها شددت وزارة المالية أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بنسبة 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة العامة للدولة. عقد السفير عمرو عباس مساعد وزير الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج لشؤون الجاليات عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من الجاليات المصرية في أوكرانيا والدول الجوار للاطمئنان ومتابعة أحوالهم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال السفير عمرو عباس إن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على مواطنيها بالخارج. من جانبه أوضح أحمد السعيد نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا أن هناك عددا كبيرا من المصريين توجهوا إلى دول بولندا ورومانيا والسويد وألمانيا وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات وإجراء اختبارات للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة في مصر. في ختام اجتماعاتهم أوصى المشاركون في المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد بالقاهرة بعنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، أوصوا بضرورة التوسع والنمو في الاستثمار بالمشروعات الزراعية للدول العربية وتعزيز المشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد افتتح المؤتمر بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية مصرفية ومالية عربية ووزراء مال واقتصاد عرب. تحت شعار تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، افتتح محافظ البنك المركزي المصري فعاليات المؤتمر والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمشاركة كبيرة من قيادات وخبراء العمل المصرفي على المستوى العربي والإقليمي. حافظنا على العمالة وحافظنا على مستويات الأسعار وحافظنا على الإنتاج، لدرجة إن عام 21 انطلق الإنتاج في مصر فتضاعف إنتاج الشركات المصرية الخاصة والعامة بالمقارنة بعام 2019، وكانت نتيجتها إن الناتج القومي في الربع الأخير من 2021 نما بـ 9.8%. خلال المؤتمر أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن قمة المناخ القادمة كوب 27 يجب أن تتبنى برنامجا شاملا للتعامل مع التغيرات المناخية فضلا عن توطين التنمية المستدامة. لا أرى مستقبلا للوحدات المالية ولوحدات الوساطة المالية إلا باستيعابها لأمرين مستجدين. الأمر الأول ما يرتبط بالتحول الرقمي، لو أنت ما عندكش قدرة على التعامل مع فرص والتوقي من خطورة التحول الرقمي فمؤسستك المالية في خطر شديد. وأيضا موضوع الاستدامة بما في ذلك تغيرات المناخ إذا لم تعتبرها واحدة من أهم محركات الاستثمار، وأيضا
واحدة من العواقب الخطيرة انك انت لم تستعد بالقواعد الرقابية او التوافق مع القواعد الرقابية القادمة الينا بسرعة للتوافق مع مستجدات الاستدامة هتبقى مؤسساتنا المالية في خطر شديد. وضع استراتيجيات تحد من الأزمات الاقتصادية العالمية ومواجهة التحديات من خلال تدابير احتياجات القمح، فضلا عن تركيز البنوك على التوسع في تمويل مجالات الطاقة البديلة، موضوعات رئيسية تم طرحها على مائدة الحوار. التوسع في سبل وتمويل مجالات الطاقة المتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتنويع مصادرها وسبل تمويلها كبديل أساسي خلال المرحلة المقبلة في الدول المستوردة للطاقة وأيضا مصدرة. ثالثا، إعادة النظر في فرص تعامل البنوك وأدواتها ومنتجاتها مع القطاعات الغذائية والزراعية والأنشطة المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات سيكون لها تأثير بشكل مباشر على مجتمعاتنا جميعا باختلاف حجمها أو قدرتها. إجراءات استباقية تتخذها البنوك المصرفية العربية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بإنشاء تحالف قوي من المصارف العربية وتحفيز القطاع المصرفي، والذي يعد أحد وأهم قاطرات نمو الاقتصاد القومي من خلال خدمات رقمية مميزة تقدمها البلدان العربية لمواطنيها. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام، ومد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة تمام وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل لا اما لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه ومفيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي أن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا تختلف عن بره بفضل الله. يعني المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجا ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتكون بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصا في الأماكن الأكثر احتياجا، فبتسهل على المواطن ان هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بضرورة التواجد مع المواطنين، بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. واقفين معاك بروح وقلب،
منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، ياريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين، ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. نجاح كبير لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم من جديد. ونشرة الخامسة من التلفزيون المصري، عقدت وزيرة التعاون الدولية دكتورة رانيا المشاط لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية، بحثت فيها أطر التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في السوق المحلية، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه، كما ناقشت آليات وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة. وفي بيان لوزارة التعاون الدولي عن زيارة المشاط للمملكة المتحدة، أكدت أن الزيارة استهدفت استكشاف سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال في إطار الاستعداد الجاري لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وكذلك تعزيز سياسات تمويل التنمية وتحقيق التنمية الدائمة. عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع شركة تكنيب إنرجيز العالمية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي الشركة الخاصين بتوسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع إنوبك لإنتاج السولار بأسيوط. هذا وأكد وزير البترول أهمية تكثيف الحفاظ على الجداول الزمنية للتنفيذ لأهمية المشروعين في ترشيد استيراد المنتجات البترولية وتأمينها للاستهلاك المحلي. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مشروعات الطاقة الخضراء، حيث أبدت شركة تكنيب إنرجيز اهتمامها بالمشاركة في هذه المشروعات في ضوء امتلاكها الخبرات والتقنيات اللازمة. اجتمعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ورؤساء المجالس التصديرية لبحث مجموعة من المقترحات التي تستهدف تحقيق دفعة لحركة الصادرات. تضمنت المقترحات إجراءات لتيسير منظومة صرف المساندة التصديرية والتنسيق مع المركزي والمالية لتسهيل إجراءات التسجيل بمنظومة التسجيل المسبق ACI وفتح الاعتمادات المستندية، كذلك ضرورة بدء صرف المستحقات الخاصة بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية. وفي سياق مشابه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة مستمرة في تقديم كل الدعم لقطاع التصديري بما يسهم في تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات. وأكد الوزير في بيان له اليوم استمرار الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات، مشيرا إلى أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك منذ بدء تنفيذ المبادرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن. بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار مع رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر فرص التعاون المشترك، حيث أكد أن مصر سوق واعدة للاستثمار، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية في مجالات عديدة بالمدن الجديدة التي بلغت 45 مدينة. وأكد الجزار أن يد التعاون ممدودة لكل المستثمرين خاصة العرب للتعاون في مختلف المجالات.
بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مصر ندوة حول الطفولة المبكرة وتوجيه الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل في مصر. تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لحصول الطفل على حقه بكافة المجالات من صحة وتعليم وتغذية، هكذا أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين قباج خلال مشاركتها في الندوة التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف والتي حملت عنوان تنمية الطفولة المبكرة. السن ده اللي بنعتبره قلب الاستثمار في البشر، واللي هو إعداد الطفل وتكوينه الجسماني والصحي والنفسي والإدراكي والتعليمي منذ الصغر، وتكوين شخصيته يعني تكوين اتجاهاته مع الآخر ومع المجتمع ومع أسرته. فإحنا بنتناول هذه المرحلة أولا مش بنركز فيها على الطفل بس، بنركز على الطفل والأسرة مع بعض. الندوة أكدت على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة لدى الأطفال والتي تبدأ من سن يوم وحتى 6 سنوات لما لها من أهمية في التأثير على شخصية الفرد. أحب أؤكد أن هناك دعم كبير من الحكومة المصرية فيما يخص الطفولة المبكرة. نحن نعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص هذا المجال. في يونيسيف نحن نهتم بتنمية الأطفال من سن صغيرة جدا من تعليم وصحة بما يؤهلهم للنمو في بيئة صحية. الطفولة المبكرة في مصر هي المرحلة العمرية من الولادة لغاية 6 سنوات، اللي هي بعديها بيدخلوا أولى ابتدائي في المدارس. المرحلة دي هي أهم مرحلة لازم نستثمر فيها، لأن هي دي المرحلة اللي بيتم فيها تطور نمو بشكل كبير جدا ما بيحصلش في أي مرحلة عمرية أخرى، سواء في تنمية الإدراك أو التنمية الجسمية أو العقلية. فالاستثمار في هذا الوقت هو أفضل استثمار ممكن وبيدي عائد على المدى الطويل. كما ناقش الحضور كيفية إثراء الجهود المبذولة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة في مصر لتعزيز الحوار بين أولويات السياسة المصرية والأدلة العالمية ذات الصلة لتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل. بالتعاون مع الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة التضامن بشكل خاص، تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مصر العديد من المشروعات لدعم وتنمية الأطفال خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، لما لهذه المرحلة من بالغ الأهمية على التأثير في تكوين شخصية الإنسان. من مقر انعقاد الندوة، أمل صبري، التلفزيون المصري. قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بجولة في المنطقة الجنوبية، تفقد عددا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث أكد أن تلك الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب القاهرة وشرقها لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، والتي ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة في المرور. وتفقد الأعمال الجارية بمحور الحضارات الجديد وأعمال ربط محور حسب الله الكفراوي بمحور ياسر رزق بكورنيش المقطم ضمن أعمال تطوير منطقة كورنيش المقطم. شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ماراثون القاهرة 2022، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة أكثر من 5000 متسابق من جميع الأعمار وعدد من ذوي الهمم، وامتد بطول 21 كيلومتر بداية من حديقة الميريلاند بحي مصر الجديدة. وأشار محافظ القاهرة إلى اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والتشجيع على ممارستها وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، تأكيدا على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.
وأضاف المحافظ أن إقامة الماراثون تتزامن مع احتفال حي مصر الجديدة بمرور 117 عاما على إنشائه، وأنه سيتم إقامته بصورة دورية كل عام. توفي اليوم الفنان الكبير سمير صبري عن عمر ناهز 86 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية. وذكرت نقابة المهن التمثيلية أن تشييع جنازة الفنان الراحل سوف تتم غدا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعقب صلاة الجنازة سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ليوارى الثرى بمنطقة المنارة في الإسكندرية. يعد الفنان الكبير سمير صبري واحدا أو أحد الفنانين القلائل الذين برعوا في تقديم أشكال الفنون كافة من تمثيل وغناء واستعراض، إضافة إلى التقديم الإذاعي والتلفزيوني. انتهت جولتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. مجلس الوزراء ينفي ما تردد عن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة. تخفيفا عن المواطنين، الداخلية تقرر مدى عمل منافذ أمان لنهاية العام ومبادرة كلنا واحد حتى مطلع الشهر المقبل. والمزيد دائما في مسبيرو.eg. شكرا لحضراتكم، وشكرا جزيلا لمذيع لغة الإشارة رضا عبد المنعم ولمذيعة الرياضة دينا أنديل، وشكرا جزيلا شروق عماد. شكرا لك موافي، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.